إلا أن أعود إلى صمت ضميري أن أستشير من انتخبني، وهذا ما قمت به بفعل في استطلاع رأي جاءت نتيجته بطيارين واضحين، طيار هو الأغلب مع الاستمرار بنسبة 55% وطيار أقل 35%، دعاني إلى الانسحاب، إلى أن صمت ضميري أبى علي أن أستمر في هذه الجمعية التأسيسية مع هذا التغييب لمعيار الكفاءة ومع هذا التغييب لتمثيل الأطياف المجتمعية والسياسية المختلفة. قررت الانسحاب وأعلنت هذا، وفي ذهني ثلاثة مسارات أساسية. المسار الأول، أتمنى أن يعاد النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية على مستويين، مستوى المعايير المشكلة للجمعية التأسيسية، معايير اختيار الأعضاء، أن يعاد النظر بها كجماعة وطنية مصرية دون تدخل ودون استدعاء للسلطة التنفيذية غير المنتخبة. أنا لا أريد تدخل لا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا من أي من هو خارج عن الحقل السياسي والمساحة السياسية المنتخبة. هذا الأمر الاستدعاء هذا لن ينفعنا ولن يذهب بنا بعيدا، جربناه خلال الأشهر الماضية وأخفقنا في كل مرة وأخفق كل من حاول الاستدعاء. وأعادت النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية، أعادت النظر من الآن في إجراءاتها، وأتفق مع الأستاذ سامح عاشور، جمعية تأسيسية أغلبيتها المرجحة هي أغلبية مطلقة زائد واحد 50% زائد واحد، هذا أمر بيغيب التوافق من اللحظة الأولى، وإن كان قد قدر لي الاستمرار في الجمعية كان هذا سيكون طلب الأول، إن احنا نحتاج لأغلبية الثلثين في إجراءات الجمعية وقراراتها، ونحتاج لأغلبية 75% لاعتماد نصوص الدستور. والأمر الثالث، لابد من تحديد دور من اللحظة الأولى إن قدر إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا. الجمعيات التأسيسية المشكلة من البرلمانات لا تعمل في فراغ، لابد من الرجوع للمحكمة الدستورية العليا وأن يكون لها رأي ملزم في نصوص مواد الدستور التي سيتفق عليها. وبجانب هذا أدعو الجميع للاستمرار في الضغط الشعبي والاستمرار في الضغط القانوني، لأننا في مأزق مساراته متعددة، مسارات متعددة تحتم علينا اللجوء لضغط سياسي وضغط قانوني وضغط شعبي. سيكون في من ساند هذه الثورة من أول يوم وهيطلع دستور موازي للشعب المصري. الشعب المصري يستاهل انه يكون اكتر من اختيار قدامه ويختار منه، وان شاء الرحمن هذا الشعب سيكون واعي تماما ان يختار الله هذه المرة لهذا الدستور الفعل الله. ويوم ما شعب مصر يقول لهم لا الدستورهم بعد ما يقرأ دستورنا، دستور كل المصريين، هيكون بداية نهاية لمن يريد الاستئثار بهذا الوطن. ولما اسمي بان في الجرائد الناس هي اللي اتصلت بيا وقالت لي لو سمحت وافق عشان خاطر احنا بنثق فيك، ووافقت موافقة مبدئية، وانا بنسحب النهاردة عشان ثلاث حاجات. اول حاجة انه موضوع 50 عضو مجلس الشعب، وده انا كنت قلته قبل كده انه ما ينفعش من اللجنة اللي هتكتب الدستور يبقى فيه 50 واحد من مجلس الشعب، وانا برجع لحكم المحكمة الدستورية العليا اللي صدر سنة 94. الدستور ده بتاع المصريين، بتاعنا كلنا، ده اللي بيحدد انا حقوقي ايه وواجباتي ايه، وده اللي بيحدد كل سلطة واختصاصاتها. فبصراحة كده انا بقولها اهو، لما يتقال لي انه احنا اغلبيه، لا شوفوا لكم بلد تانية، انا ما ينفعش اسيب بلدي لحاجه اسمها اغلبيه. وبرضو حاجه كمان، مش 15 واحد ولا 20 واحد هيقولوا احنا رافضين، هم اللي هيغيروا. الشعب هو اللي يغير، الشعب هو اللي ينزل ويطالب بالناس اللي هم عايزينها. مسألة دستورية، منذ أن تخلى الرئيس السابق عن الحكم حتى شكلت لجنة التعديلات الدستورية التي تحيط بها وبعملها وبنتاج عملها كثير من علامات الاستفهام والتساؤلات، حتى تعمد الابتعاد عن أي جهد توافقي سواء من خلال الجمعية المصرية للتغيير أو من خلال المجلس الوطني أو من خلال المجلس الاستشاري أو من خلال الاجتماعات الحزبية،
تعمد التيار الإسلامي وفي مقدمته حزب الحرية والعدالة عن أي جهد توافقي للتوافق حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور أو لوضع مبادئ متفق عليها للدستور القادم، هذا الأسلوب الإقصائي الذي مارسه هذا التيار ليس له في الحرية وليس له في العدالة من نصيب، بل هو يخصي المصريين عن حقهم الأصيل في أن يصنعوا دستورهم. الحجة التي تقال دائما: نحن نمثل الأغلبية وللأغلبية أن تفعل ما تشاء، وهذه حجة زائفة، لأن الشعب قد انتخب هذه الأغلبية في ظروف سياسية نعلمها جميعا وفي ظروف نفسية نعلمها جميعا، لا لكي تضع الدستور وإنما لكي تشرع لمصر التشريعات الأدنى من الدستور ولكي تراقب الحكومة. أما وضع الدستور فهو مهمة المصريين جميعا على قدم المساواة، وأكرر على قدم المساواة. ومن هنا فإن الطريقة التي شكلت بها الجمعية وشكلت عن عمد لكي يكون لتيار الأغلبية البرلمانية أغلبية داخل جمعية وضع الدستور،